بعض ما يعمر يقرن، أي يصير له قرون، والحروب إن عمرت فقرونها الفساد. وحربنا قد أقرنت وفسدت وأفسدت وطال أمدها، وما تقرير لجنة الخبراء إلا تحصيل حاصل والمعمر عنها ومنها. ماذا بعد؟ مساران جديدان يلوحان في الأفق. الأول ما يشي به التقرير من وأد للقرار 22/16، فما أبعد ذلك وما مصير الشرعية؟ الثاني رؤية بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لحلال سلام سياسي، حيث أكلت الحرب مقومات معظم ما يسعى إليه. ما مصير هذا التقرير وما الذي كان يرجى منه بحسب قواعد السياسة وقوانينها؟ ما الذي سيفعله الأمريكي ليدر كينغ كمبعوث أمريكي غير ما عجز عن فعله البريطاني مارتن غريفيث؟ ماذا عن الدور الإماراتي الأكثر من مشبوه في اليمن؟ هل شارف على الأفول أم أنها بعض من لعبة الكراسي الموسيقية تطيل أمد القضية؟